مغارة الخيانة هي المكان الذي بحسب التقليد قد شهد على قبلة يهودا واعتقال يسوع، لذلك يمكننا القول إن الآلام قد بدأت هنا. خلال هذا الزمن الأربعين سيرافقنا الأخ ريكو مايرانو للتعرف على بعض الشخصيات الإنجيلية التي التقت بيسوع خلال أيام آلامه. موعد أسبوعي نستهل من الجسمانية مكان الخيانة واعتقال يسوع، وسيقود مسيرتنا مباشرة حتى الصليب والقبر. لقاؤنا الأول هو مع يهودا. من وجهة نظر علم الآثار، هذا هو أقدم مكان في منطقة الجسمانية بأكملها. كلمة جسمانية تعني عصر الزيتون، من المرجح أنه كانت هنا معصرة زيتون محفورة في الصخر. تشهد الكتابة على الجدران واللوحات الموجودة على السقف التعبد الكبير الذي يحيط على الدوام بهذا المكان. نحن في الجزء السفلي من وادي قدرون. كان هذا المكان معروفا من قبل يسوع والرسل. في الواقع تخبرنا الأناجيل أن يسوع أتى إلى هنا بعد العشاء الأخير، وأيضا يهودا كان يعرف هذا المكان لأنه اعتاد أيضا مع الرسل أن يأتوا إلى هذا المكان. في الواقع يطلق أيضا على هذا المكان اسم كهف الرسل للإشارة تحديدا إلى الألفة التي عاش يسوع هنا مع الرسل. يهودا كان مع المعلم لمدة 3 سنوات، حتى وإن قدمه الإنجيليون كلص وخائن، إلا أنه في الواقع أيضا شخص قد دعاه يسوع، حتى أن أحدهم ذهب إلى وصف الكهف بكهف الصداقة. ففي هذه الحالة ننظر إلى يهودا من منظور يسوع الذي عاش علاقة وطيدة مع خاصته، تاركا يهودا أن يقبله داعيا إياه صديقا حتى اللحظة الأخيرة. بحسب التقليد إن المكان الذي صلى فيه يسوع هو أعلى بقليل من بستان الزيتون. على مرمى حجر من الخلف هناك توجد الحجارة التي عرق عليها يسوع دما، والتي تعتبر نقطة ارتكازية لبازيليكا الجسمانية. تخبرنا الأنجيل بأن الشيطان قد سكن بيهودا. ربما قد تكون طريقة للتخفيف قليلا من المسؤولية عن الذنب العظيم الذي اقترفه يهودا. في الواقع قال يسوع عن يهوذا كلمات أقوى: خير لذلك الرجل لو لم يولد. تميز يهوذا بلقائه مع يسوع في السراء والضراء. حتى الإيماءات الأخيرة كلها تتعلق به. محاولة إعادة العملات الفضية 30 لإطلاق سراحه مرة أخرى، والعملية الانتحارية المتطرفة. بعد كل شيء أعتقد أن أكبر خطأ ارتكبه يهوذا ليس خيانة يسوع، فقد قام بطرس أيضا بذلك، وإنما هي خيانته لنفسه. لقد نسي أن المسيح اختاره من قبل وأحبه. في النهاية مع نسيان هذا الأمر فقد الشيء الوحيد المهم، المغفرة له. في المرحلة الثانية من هذه المسيرة سيأخذنا الأخ إنريكو إلى بداية طريق الآلام لمقابلة بيلاطس البنطي.